السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض طارة الكنافة بكريمة الشوكولاتة. أول حاجة هنجيب الكنافة، هتكون حطيناها في الفريزر وهنطلعها قبليها بدقايق عشان تكون متماسكة، عشان نيجي نفركها من بعض وتنزل زي تنزل ناعمة. ومعانا كوباية سمنة ومعانا معلقتين سكر بودر. أول حاجة هنمسك الكنافة وهنفرطها كده بإيدينا، هنفركها مع بعض كده، هتتفرك بسهولة جدا يعني لانها ماسكه نفسها فهتتفرك بسرعه جدا. تمام، هنخلصها كلها ونفركها كده لغايه لما تبقى عامله زي الشعريه كده بالطريقه دي. بصوا نازله عامله ازاي. بعد كده هنجيب كوبايه سمنه، ده نص كيلو كنافه ماشي. هنجيب كوبايه سمنه سايحه وهنحطها عليه. تمام، بعد كده عندنا معلقتين سكر بودره هنحطها معاه وهنقلبهم كلهم مع بعض وهندعكهم حلو قوي ببعض لغايه لما الكنافه تشرب السمنه وتشرب السكر، يبقى كلها متماسكه. بعد كده هجيب صينيه وادهنها بالزيت او السمنه. تمام، حلو قوي من الجناب برضو. وهنزل فيها الكنافه بالطريقه دي، هنعمل طبقه من تحت الاول. تمام، يفضل انت تعملوها طبقه خفيفه يعني ما تبقاش طبقه سميكه قوي. وهنفردها حلو المعلقه كده او بايدينا او باي حاجه، هنفردها حلو في الصينيه، هنقول نبططها يعني. تمام كده بالطريقه دي عشان تبقى ايه متماسكه في الصينيه. تمام، بعد كده هنيجي هناخد الجزء الكنافه اللي احنا سايبينه على جنب ده وهنعمل الجوانب، هنعملها زي حيطه كده واقفه من جنب الصينيه ماشي. هنلف على داير الصينيه كلها وهنعمل لها زي فراغ في النص بالطريقه دي. تمام، علشان لما نيجي نعمل كريمه الشوكولاته هنحطها في الجزء في النص اللي في الفراغ ده. هحاول اظبطها بايديا كده واشوف ايه اللي عايز يتزود واللي عايز يتشال، وابططها كويس بايديا او باي حاجه. نعملها كده زي سور من فوق بالطريقه دي كده، نظبطها كويس من الجوانب. تمام، بالشكل ده هيبقى منظرها النهائي في الاخر. بعد كده هدخلها الفرن، اول ما تحمر من الجوانب افتح عليها الشوايه من فوق وتحمر كده، اخرجها اكون محضره العسل بتاعها اسقيها بيه. تمام، اسقيها من الجناب حلو ومن تحت ومن فوق من كل حته احط عليها العسل، هيبقى بالشكل ده كده. بعد كده هحضر الكريمه. تمام، هنجيب كوبايتين لبن وهنحط عليه معلقتين كاكاو خام. تمام، وبعد كده هنقلبهم كويس مع بعض وهنحط عليه كمان معلقتين سكر، معلقتين سكر ومعلقة نشا هندوبها في شوية لبن وهنضيفها عليه. لما يغلي الخليط دوت نحط عليه النشا بالراحة ونقلب كويس، علشان طبعا بيتماسك بسرعة مع النشا، هنقلب كويس وحبة حبة كده لغاية لما نحس ان هو بص بدأ يتماسك ازاي الخليط. ممكن في الحالة دي تقدر تحطي عليه شوكولاتة خام، شوكولاتة بتدي طعم حلو، تحطي عليها مثلا شوية مكسرات. خلاص بعد ما تغلي اجيبها على طول وهي سخنة احطها في الكنافة، على الكنافة في النص كده زي ما انتوا شايفين، احطها في الجزء اللي انا كنت عاملاه لها مفرغه لها بالطريقة دي واظبطه. تمام، واظبطه. بعد كده هحطها في الثلاجة لغاية لما تتماسك ونبدأ نشكلها. تمام، دلوقتي بعد كده بعد ما مسكت هطلعها من الصينية بتاعتها. تمام، وهشكلها، هحطها على الطبق واشكلها. خلاص هي شكلها جميل ازاي، هنطلعها نحطها على الطبق وبعد كده نبدأ نزينها.
شوكولاتة الكريسبي، عندك شوكولاتة، عندك مكسرات، اي حاجة زي ما انت عايزة، عندك كريز، دي ممكن نسميها تورتة، ممكن نسميها تارت، براحتك بقى زي ما انت عايزة تسميها، زي ما انت عايزة. كده خلصنا خلاص الشوكولاتة، نجيب مثلا اي مكسرات مشكلة، ممكن بندق، فستق، لوز، ممكن سوداني، ونلف على الطرف كده بتاعها، نبدأ نحط على الجناب بالشكل ده، ده هيبقى شكلها النهائي بعد ما خلصنا كده اهو التزيين بتاعها. هنقطعها ونقدمها في الطبق، نقطعها بالراحة. بصوا شكلها عامل ازاي من جوه الكريمة، تمام، وبالهنا والشفا. يا رب تعجبكم وجربوها، ان شاء الله تبقى حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.